أمام النادي الأهلي وفي هذه المباراة وفي هذا المكان، وتسديدة تعلو المكان وتعلو العال يقودها في الدور الثاني. تصفية الحسابات تبدأ الآن بكرة عرضية جميلة لمصلحة الهلال. حياني يمر الكرة إلى ياسر يسددها عالية وبعيدة إلى خارج أرضية الملعب. تمريرات، أنا أقول يا جماعة حديث الناس، حديث الناس الآن كرة ملعوبة وتتهيأ، ومالك لعله حديث الناس يحاول، الله ضاعت على الأهلي عاد دعية. يا سلام حديث الناس يا أهلي، حديث الناس الذي يسعى لمعادلة الهلال الآن مع كرة ملعوبة أمامية خطيرة رايحة وين؟ رايحة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى لمصلحة الهلال. دعيع بني فيز يعدي تياغو، طالع على اليمين، طالع على اليمين، طالع على اليمين مثلا محياري فكر، حشوت حشوت حشوت، الله عاد لعبة للمسالم. لدينا ضربة زاوية لفيز حول كرته والكرة براس، جول والكرة جول جول. أخيرا يا رجل، أخيرا يا أبو عبد العزيز، تستاهل تستاهل تستاهل. أحلى هدية يا عزوز، أحلى هدية العزوز، يستاهل يستاهل. يا سلام يا سلام يا سلام، هو وقته هو وقته هو وقته. يا معانا يا ناس، يا معانا يا ناس، يا ما قالوا قالوا ويا ما تكلموا ويا ما قالوا، لكن عندما يظهر يظهر فعلا بأهداف جميلة. هدف في هدية لعبد العزيز اللي مثلا قالوا عنه أنه مريض وأنه في المستشفى، وقال لهم لا الولد التي تقل الآن. إذا ما استطاع الأهلي التسجيل ستتغير تمام الأمور. ومسعد يحول كرة عالية وخطيرة والكرة تتهيأ، جول 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 أول للأهلي، جول أول للنادي الأهلي. لسه ما كملت كلامي، لسه ما كملت كلامي. يا راهب يا راهب يا رهيب، رهيب والله رهيب. يا سلام يا دوب يا دوب يا دوب يا دوب. كرة لستة لاعبين هلاليين داخل المنطقة، العرضية موجودة والكرة تبعد وتصل مجددا إلى عمر الغامدي، علاها عمر، تسديدة إلى خارج أرضية الملعب بالراه، انطلاقة حاضر من الشمال، ممكن كرة عرضية والكرة إلى ياسر والكرة وين؟ حلوة من الاثنين. كرة الآن صداها بسعادة، صداها بسعادة وسط المدرجات لعودة الزعيم إلى الانتصارات المتتالية بعد إخفاقه في المباراة الماضية. لكن الأهلي، الأهلي يتابع ونيفيز يتابع، والتسديدة الله تنتهي 2-1، ما تنتهي 2-1. يا سلام من مين؟ من احلى واحد، نيفيز، نيفيز هو نيفيز هو نيفيز. قول قول نيفيز، قول قولها جول، واحلى جول.